خلونا نقول لكم على فقراتنا النهارده اللي هنبداها معاكم بفنانه من نوع خاص، وهي الاستاذه مروه عبد السميع، ستايلست او مصممه ازياء مسلسل سوق الكانتو، واللي هنتكلم فيها عن الازياء للمسلسل واختيارها ليه، وكمان هنعرف اهميه الازياء في العمل الفني وان هي ممكن تكون احد اسباب نجاحه. طبعا تفاصيل برضو تانية كتير هنعرفها منها عن كواليس اعمالها المهمه زي افتتاح طريق الكباش وغيرهم. اما فقرتنا الثانيه فهتكون مع الدكتور الكبير دكتور هاني ناظر اللي بينورنا في برنامج صباح الورده اسبوعيا، واللي بيرد فيها على كل استفساراتكم واسئلتكم على الهواء مباشره، واللي تقدروا تبعتوها في البث المباشر على صفحتنا على فيسبوك او صفحه قناه 10. اما دلوقتي فخلونا نروح نشوف ابرز الترندز اللي بيدور عليها المصريين على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مره ثانيه. بعد ما شفنا الترندز خلونا نبدا اخبارنا معاكم النهارده من امتحانات الشهاده الاعداديه اللي هتبدا النهارده في عدد كبير من المحافظات، واللي محور حديث عدد كبير من الاهالي. اكيد ناس كتير مش عارفه هل الامتحانات السنه دي هيكون فيها اسئله مقاليه ولا هيكون فيها اسئله مختلفه. كمان في استفسارات كتيره عن مواعيد الامتحانات ومدى اختلافها من محافظه للتانيه، وهل الناس اللي هتمتحن في محافظات قبل التانيه النماذج اللي هتيجي ممكن تكون نماذج استرشاديه يمشوا عليها في امتحاناتهم ولا لا. تفاصيل اكتر خلونا نعرفها من الأستاذ رفعت فياض، مسؤول ملف التعليم ومدير تحرير أخبار اليوم. صباح الورد على حضرتك يا أستاذ رفعت. صباح الخير يا أستاذ ياسمين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يا ريت تقول لنا كده الكواليس اللي احنا محتاجين نعرفها والأهالي محتاجين يعرفوها، والأسئلة بتاعت الامتحانات هل هتكون مختلفة؟ إيه اللي هيحصل بالظبط؟ هي زي ما حضرتك أشرت في البداية يا أستاذ ياسمين، امتحانات الشهادة الإعدادية ليست مركزية على المستوى القومي مثل امتحانات شهادة الثانوية العامة، بل على مستوى كل محافظة، حتى أن كل محافظة ممكن تبدأ في موعد غير موعد بقية المحافظات الأخرى. ولهذا حضرتك أشرت في مقدمة الخبر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت في كثير من المحافظات اليوم، وهناك محافظات ستبدأ الأسبوع القادم. ومن هنا كل امتحان في كل محافظة يختلف عن امتحانات المحافظات الأخرى، لأن كل محافظة بتحط الامتحان اللي يتناسب مع أبنائها. الامتحان في الشهادة الإعدادية ليس فيها نظام الاختيار المتعدد بالنسبة للأسئلة كما هو موجود في سنة أولى ثانوي والتانية ثانوي وتالتة ثانوي، ولكنها أسئلة مقالية عادية، لأن الطلاب هنا ما بيتدربوش على أسئلة النظام الاختيار المتعدد، إنما الاختيار المتعدد ده بيبقى في امتحانات الثانوية العامة، وده كانت فكرته بدأت لما اتعمل نظام إن تسليم الأولاد أجهزة كمبيوتر اللي هي التابلت عشان يبدأ يجاوب على التابلت بالتسويف على الإجابات الصحيحة. يمكن نتعدل ده في الثانويه العامه، واصبح ان 15% من الاسئله السنه دي هتبقى اسئله مقاليه، و85% من اسئله الثانويه العامه اسئله بنظام الاختيار المتعدد. لكن طالب الاعدادي مش مطلوب منه ان هو يعمل كده، ما اضطربش عليه، وبيمشي على ما تعود عليه طوال السنوات
السابق. طب اذا كده يا فندم زي ما حضرتك اشرت ان كل محافظه هيكون ليها الامتحان المناسب ليها ولابنائها، بالضبط. النماذج يعني هل الامتحانات اللي هيمتحنوها قبل المحافظات اللي تمتحن الاول، المحافظات اللي بعدها مش هتقدر تمشي على نماذج الامتحانات دي؟ لا، هو شيء طبيعي ان ابناء المحافظات الاخرى اللي لسه ما امتحنوش هيبداوا يشوفوا امتحانات المحافظات اللي بدات دي على اساس ان هم يسترشدوا بيها بالنسبه استرشاد. لهم كنماذج، يتفرجوا على شكل الاسئله وهتيجي في اي موضوعات. انما ليس هذا معناه ان الاسئله اللي جت في محافظه معينه ما تجيش في محافظه تانيه، لأن الامتحانات أو الأسئلة وضعت منذ فترة، وبالتالي ممكن تتشابه بعض الأسئلة في محافظات معينة مع أسئلة جاءت في امتحان محافظات سبقتها في امتحان الشهادة الإعلامية. إنما هم بياخدوها بيطلعوا عليها زي ما كنا إحنا حتى بنعمل زمان، ودلوقتي طلبة الثانوية العامة لما بيدوروا على نماذج الأسئلة السابقة في السنوات السابقة عشان يشوفوا شكلها يتدربوا عليها. انما ليس معنى ذلك ان الاسئله مثلا في الثانويه العامه اللي جت السنه اللي فاتت او اللي قبلها ما يجيش بعضها مره تانية في اسئله السنه دي بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه مثلا على سبيل المثال. فنفس النظام بالنسبه لامتحانات الشهاده الاعداديه، وبالتالي بيسعى كثير من التلاميذ اللي موجودين في محافظات لم تبدا بيها امتحانات الشهاده الاعداديه بعد ان هم يحاولوا اذا توفرت بالنسبه لهم يحاولوا يطلعوا على هذه الاسئله حتى يطمئنوا الى مستواهم ومدى قدرتهم على الاجابه على الاسئله اذا جاءت بهذا الشكل. طيب دكتور هاني، يعني نصايح اللي بتقدمها وزارة التربية والتعليم للأهالي يمشوا عليها دكتور رفعت عذرا هتكون إيه؟ شوف حضرتك، هو دايما ولي الامر بيبقى الان اكثر من التلميذ قبل الامتحان واثناء الامتحان. انما ارجو من اولياء الامور ان يهيئوا الجو المناسب لابنائهم في عمليه المذاكره ويساعدوهم ايضا، بالاضافه الى التغذيه السليمه لهم قبل الامتحان، مش قبل الامتحان مباشره، انا اقصد هنا طوال ايام الامتحانات، ان هم يبعدوهم ايضا عن تناول اي منبهات عشان ان هو يسهر طول الليل وخلافه عشان ان هو يذاكر، لابد يحصل على قسط وافر من الراحه، ان هم يقللوا يعني درجه التوتر لدى التلاميذ وخلافه، ان هم في جو امتحان والجو اللي ممكن يخليه يشعر بأي اضطراب. أنا من وجهة نظري كمان وأناشد أولياء الأمور إن لما يكون ولي الأمر بيوصل ابنه للمدرسة مثلا على سبيل المثال، ما توقفش مثلا والدته زي ما احنا بنشوف للأسف في كثير من امتحانات المحافظات المختلفة وكمان حتى في الثانوية العامة ده بيحصل، يعني يقفوا طول النهار قدام المدرسة منتظرين إن أولادهم يخرجوا ويبقى الولد أو البنت عارفين ان باباهم او مامتهم بالتحديد واقفين جوه بره المدرسه منتظرين يا ترى يعملوا ايه. طب استاذ رفعت، من هنا عايزه اسال حضرتك سؤال، انه هل في اجراءات معينه الوزاره محددها بخصوص الاهالي اللي بيبقوا واقفين جوه المدرسه او واقفين على باب المدرسه؟ هل مثلا الامن هيمنعهم؟ هل وجودهم متاح؟ خالص. لا لا، ما بيحصلش خالص ان الامن او المدرسه ما دام هو خارج سور المدرسة ولا يؤثر على حركة الامتحان داخل المدرسة. إنما هنا أنا بقول الجو النفسي للتلميذ إما يلاقي وهو رايح المدرسة يلاقي مئات من أولياء الأمور وخاصة من الأمهات واقفين على باب المدرسة سواء عند دخولهم المدرسة أو عند خروجهم بعد الامتحان، وإحساسه إنه هيخرج يلاقي لسه والدته منتظرة أو والده، هنا بيشعروا بنوع من الاضطراب أثناء الامتحان نفسه، ان هو طب لو ما جاوبش على السؤال ده او السؤال الثاني ولا حاجه هيقول لوالدته ايه، او هيقول يعني بيبقى بيزداد توترا اكثر. انا اوصل ابني للمدرسه وقبل الامتحان ما ينتهي بنص ساعه او ربع ساعه، اذا كنت انا متعود ان انا اوصله المدرسه في المدرسه اذهب ومجرد ان انا اخده واروح على طول. انما الجو اللي بنشوفه ده للاسف في كثير موتر. من
ده واقفين قدام باب المدرسة أعداد غفيرة. وللأسف في بعض المحافظات، ودي شفناها في فيديوهات سابقة في السنوات السابقة، بيصيروا جو من الضوضاء والتوتر قدام وتوتر المدرسة. التلاميذ. بالضبط. طيب خلينا نتكلم بقى، نروح لموضوع الغش. يعني احنا في كلام بنسمعه ان دلوقتي بقى في بعض المدارس زي كاميرات مراقبة لمنع الغش، هل ده حقيقي ولا مش حقيقي مثلا، او هو موجود بس في بعض المدارس ومدارس لا؟ لا، كاميرات المراقبة هتبقى السنة دي في امتحانات الثانوية العامة داخل الفصول، لأن كان الإجراءات السابقة الشديدة الوزارة واخداها إن ممنوع على الطالب إنه يخش بجهاز محمول، ممنوع يخش بسماعات بلوتوث، ممنوع يخش بأي وسائل مساعدة تساعده على الغش داخل المدرسة، حتى المراقب اللي عليه ممنوع ان هو يكون في ايده جهاز محمول. طب في حالة ان في حالة غش، ايه العقاب؟ ما انا بقول لحضرتك هنا بالحالة دي بدأ الطلبة يتفننوا في ذلك، وان هم ممكن يدخلوا ادوات الغش بهذا الشكل. فقررت وزارة التعليم العالي التربية والتعليم بالنسبة للثانوية العامة وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول، لكن بالنسبة للشهادة الإعدادية ما بينطبق اجراءات الغش يعني نفس الاجراءات اللي بتتخذ في الثانويه العامه، وان كانت اخف بعض الشيء. الطالب اللي هيضبط ان هو بيغش قد يحرم من الامتحان من الماده او المواد التاليه اللي هيمتحنها على حسب درجه استفادته من الغش او وسيله الغش اللي هو قام بيها. ولكن الكاميرات المراقبه دي ليست خاصه بطلاب الشهاده الاعداديه، بل هي خاصه بامتحانات الثانويه العامه فقط. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ رفعت فياض، مسؤول ملف التعليم ومدير تحرير الاخبار اليوم. طيب خلينا بقى نروح دلوقتي نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده ونرجع مره تانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نروح للأطفال، وإن كل طفل بيتمتع بشخصية فريدة بيولد بيها، ولكن البيئة المحيطة بتلعب دور رئيسي في تشكيل شخصيته. طبعا بيتحمل الآباء والمعلمين ومقدمي الرعاية مسؤولية دايما للتأثير على الطفل في تطوير سمات شخصيته، وبيعتبر أكيد ضعف الشخصية عند الطفل من المشاكل اللي بتحتاج لاهتمام وعلاج، يعني واهتمام كبير جدا طبعا. طيب خلينا نعرف الإجراءات اللي مهم نتبعها لمساعدته على بناء شخصيته وتقويتها من دكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا ياسمين باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب خلينا نعرف من حضرتك في البدايه، تحفيز الثقه بالنفس عند الطفل بتبقى عامله ازاي؟ ازاي اخلي طفلي من طفل ضعيف الشخصيه بسبب مثلا عوامل مؤثره عليه لطفل شخصيته قويه ومتزنه؟ أولا صباح الخير والجمال والروعة والاحتفال بتجدد نعم الله تعالى على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الورد. احنا شخصيتنا بتتكون يا إما عادات احنا بنكتسبها من البيت، يا إما مهارات احنا بنتعلمها، يا إما منظومة إبداعية ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل بيها علينا. فلازم ناخد بالنا من المكونات، لأن في الآخر أي إنسان منا هو عبارة عن مجموعة الحاجات دي مع بعض. العادات اللي بنكتسبها في البيت دي بابا وماما بيعملوها واحنا بنبقى اطفال صغيرين، فبتشكل شخصيتنا بشكل كبير جدا جدا. هنشتغل بقى عليها ازاي؟ لازم بابا وماما هم اللي يركزوا احنا هنعمل ايه مع الاولاد في السن الصغير عشان نحولهم الى ناس ناجحين جدا ان شاء الله في المستقبل. اول حاجه مهمه قوي قوي قوي
ان احنا نعرف نميز في التعامل معاهم بين المعلومات والمهارات. المعلومات دي نصايح احنا بنستقبلها عادي جدا، بس مش هنعرف نعملها الا بالممارسة. يعني بنكلم الولاد على الصدق، بنكلم الولاد على الاجتهاد، بنكلم الولاد على النجاح، على التميز، كل حاجات دي عبارة عن مهارة. أكيد. فأنا عايزين نطمن ان الولاد بيتعلموا مهارات مش بيسمعوا نصايح. النصايح بتفرق معانا. اقول لولادي مثلا خليك راجل، خليك جدع، نطبق ده عملي. بالظبط. انا بقول له كلام هو ما يعرفش يعمله ازاي. فعشان كده بيبقى كل العلاقه بيننا وبينه كلام بس، ما بتديش مفعول ايجابي بعد كده. فعايزين بابا وماما جاي يقولوا ازاي نعملها. طب يا ترى ايه العوامل اللي بتخلي الطفل شخصيته ضعيفه؟ هل مثلا المدرسه، لو مثلا المعلم بيزعق له، لو مثلا الاطفال بيتنمروا عليه، يعني ايه العوامل اللي دايما ناخد بالنا منها؟ حتى لو المدرس بيزعق له، بابا وماما بيبنوا الثقة في الناحية الثانية، بيكون في صد جيد جدا لأي اتجاه سلبي آخر. صح. مسألة التواصل مع الولاد وإن أنا أسمع منهم كل حاجة بيقولوها وبتحصل، وما عنفوش لو قال لي أنا حد تنمر عليا في المدرسة أو حد ضايقني، أنت سكت له ليه؟ كان لازم تضربه، كان لازم تعمله، ما هو ممكن ما يقدرش يضربه. يعني ممكن يكون شخص بيتنمر أضعف عليه، أضعف من أكبر منه أو عنده قدرات أعلى منه. فلازم بابا وماما يسمعوا كويس قوي ويستوعبوا الموقف ويتدخلوا في الوقت المناسب. يعني أنا لو حسيت إن ابني حد بيتنمر عليه في المدرسة، سواء مدرس أو ولد زميله، لازم أنا لو حسيت الموقف أكبر من ابني لازم أروح معاه المدرسة. ساعتها يكون في تدخل ضروري جدا. أنا خلاص ابني مش هيعرف يتصرف لوحده، فلازم أنا أساعده في المرحلة دي. كمان عندنا حاجة أستاذة ياسمين مهمة جدا، إن إحنا لازم نميز بين الأخطاء والأخطار مع الأولاد. الخطأ هو ما يمكن إصلاحه بسهولة. لازم ولادنا يرتكبوا قدر من الأخطاء عشان يتعلموا. الخطأ بيعلم أكيد، لكن الخطر لا، الخطر يعلم عليه. صح، ما يتعلمش منه. طبعا مش هيتعلم منه، بالعكس هيصيبه بأزمة نفسية وتفضل تصاحبه لحد آخر لحظة في حياته. طيب طب خلينا نتكلم اكتر عن ان ازاي نشجع طفلنا ان هو يبقى مبتكر ويبدع ويبقى كرييتيف ويطلع حاجات جديده. بحفز ده ازاي؟ اول حاجه التساؤل، فتح باب التساؤل بشكل مطلق. احنا اولادنا مع الاسف الشديد احنا بنحس من التساؤلات بتاعتهم ان احنا بنزهق وانها حاجات، يعني الولد ده بيتكلم كتير. بالعكس، التساؤل هيفيدنا في حاجتين مهمين جدا. ان احنا ننمي الكرياتيفيتي او الابداع، الانوفيشن عند الولاد. هنعمل ايه بقى؟ لما ابني يسالني سؤال اقول له والله برافو عليك، ده السؤال ده ما جاش في بالي خالص، ده انت عبقري. اكافئ على الاسئله. ان هو سالني سؤال انا نفسي كبير مش عارف الاجابه بتاعته، فاقول له طب تعالى بقى ندور على الاجابه مع بعض، نقعد على اللابتوب او على الكمبيوتر ونبدا نشوف هو السؤال ده الإجابات المحتملة بتاعته إيه؟ هكون هنا عملت حاجتين مهمين جدا في شخصية الولد. أول حاجة إن حتى بابا وماما ما يعرفوش كل حاجة. ما حدش لما أكبر شوية يسحب إيدي ويقول لي معلومات أي كلام، وأنا أبقى شخصية انقيادية وأمشي وراه حتى مع الكلام الغلط. فبنمي فكرة إن مفيش حد كبير يعرف كل حاجة وأنت ما تعرفش. لا، شغل عقلك، شوف الكلام ده منطقي ودور ولا غير منطقي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين مهمة جدا، ان انا هعلم ابني البحث بدري قوي. احنا بنعرفش نبحث. يعني انا لما عاوز اشتري عربية ما اسألش زمايلي، ما اسألش بابا وماما والمحيطين بيا، اسأل جوجل على طول او اسأل شات جي بي تي، عشان ابقى بعيد قوي، المدى بتاعي بعيد. او اسأل حد مختص في العربيات ساعتها. مختص برضو اكون فكرة عندي. سنين الاول اكون فكرة عندي انا، وبعدين ابدأ اسأل، لان دي بتشعرني كتير جدا بالثقه. بدل ما اسال وانا معلوماتي صفر عن الموضوع ده، لا، اسال وانا معلوماتي عندي باك جراوند معين. طبعا عندي باك جراوند جيد، فاشعر لما حد يقول لي دي انا عارفها ودي انا عارفها ودي فيها اضافه جيده. لكن انا ما بقاش عندي اي معلومات خالص واروح اسال اصدقائي، ما هو انا بيني وبين نفسي هبقى شخصيه ضعيفه. انا حاسس ان انا ما اعرفش حاجه، خبراتي محدوده ومعلوماتي محدوده. فلما بسال انا على الانترنت الاول
واكون خلفيه جيده ابدا بعدها على طول اسال بقى المحيطين. اعرف اتناقش صح. طيب خلينا نروح بقى للطفل اللي دايما لما يكون في مثلا زي زحام او عزومه كبيره او تجمع عائلي مثلا تلاقيه منطوي شويه، ازاي اعزز علاقاته الاجتماعيه؟ ازاي اخليه طفل اجتماعي ما بيخافش من الزحمه، ما بيخافش من اللمه؟ سؤال جميل قوي قوي. اشكرك. احنا عندنا حاجه مهمه اسمها البرزنتيشن سكيل او مهارات العرض والتقديم. هو ليه الطفل بيبقى منطوي؟ لانه مش عارف يعبر عن فكرته بشكل ينال استحسان الاخرين. طب ودي هنتدرب عليها ازاي؟ ولا حاجه من التمارين المهمه جدا في الاطار ده ان انا ابني او بنتي لما يجولي من المدرسه اطلعه على المسرح. المسرح اللي في البيت عندي اللي هو اي كرسي عالي او ترابيزه السفره. وطلع الولد على الترابيزه ويحكي لي بقى ايه اللي حصل في المدرسه. هيبدا يشعر ان هو معلم، ان هو قادر يطرح فكرته بشكل جيد. مسموع الموقف. يعني الموقف ده على فكره في البرامج بيخوف جدا الكبار في السن، مش الاطفال. اما نقول لاي حد في البرنامج اطلع فوق الترابيزه واحكي الموضوع، ما بيقدرش يحكي. صوري بقى الكبير اللي عنده 25 30 سنه ما بيقدرش عليها، الموقف صعب. فانا بمرن الاولاد بدري جدا ان هو قادر على التعبير عن فكرته بشكل جيد. هيكتسبها ازاي؟ بالتمرين. بس دي مهاره، احنا اتفقنا مع بعض. مزبوط. عادات نكتسبها، مهارات نتعلمها، ومضى ابداعي. دي المهارات اللي احنا هنتعلمها انه يبقى قادر على التعبير عن افكاره بشكل جيد جدا. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير. وطبعا لازم نوعي الاهالي انه الاهتمام بالصحه النفسيه حاجه مهمه جدا، مش بس الصحه العضويه، يعني زي ما احنا شفنا كده قد ايه بيفرق في شخصيه الطفل وقد ايه بيفرق في حياته طبعا. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف التقرير ده عن محطه عدلي منصور اللي بتعتبر محطه عملاقه بتربط شبكات نقل متكامله بخلاف المناطق التجاريه والاستثماريه، واللي بتمثل نقله كبيره في عالم النقل لانها بتربط بين 5 وسائل نقل مختلفه. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مش مجرد محطة قطارات أو مترو عادية زي اللي موجودة في مناطق كتير، لكنها محطة عملاقة بتربط شبكات نقل متكاملة، وكمان فيها مناطق تجارية واستثمارية بتمثل نقلة كبيرة في عالم النقل لأنها بتربط بين 5 وسائل نقل مختلفة. محطة عدلي منصور المركزية أو محطة عدلي منصور التبادلية، واللي تم تسميتها على اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، هي محطة ركاب تبادلية بتقع في حي السلام شرق القاهرة، أقيمت على مساحة 15 فدان. وافتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو العام الماضي، وهي بتضم مجمع نقل متكامل الخدمات تم إنشائها برؤية متطورة بتنظر لملف النقل في مصر على مستوى عالي لخدمة المواطن المصري والعمل على راحته في التنقل بكل مكان في مصر. محطة عدلي منصور بتضم 5 محطات، وهي محطة نهائية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بمساحة 3700 متر مربع، ومحطة نهائية للقطار الكهربائي الخفيف بمساحة 6400 متر مربع، ومحطة نهائية لخط سكك حديد السويس بمساحة 6200 متر مربع، ومحطة أوتوبيسات سوبر جيت بمساحة 6070 متر مربع، بالإضافة إلى ساحة انتظار سيارات بسعة 400 سيارة. الفريق كامل الوزير وزير النقل قال مؤخراً إن إنشاء محطة عدلي منصور كان بأموال وزارة النقل من عوائد التشغيل والاستثمار دون الحصول على أي قروض، وأكد إن المحطات والطرق والكباري بيتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل وبشركات مصرية وبالجنيه المصري لخدمة المواطن المصري، وده معناه توفير فرص عمل واستثمارات مش بس مجرد محطة هيتم إنشائها، وبكده هتكون المحطة مفيدة من جميع النواحي لربط كل وسائل النقل المختلفة، واللي هتساهم بشكل أو بآخر في تخفيف الزحام في القاهرة الكبرى وكمان سهولة تنقل المواطنين بين الأماكن المختلفة. طيب بعد ما شفنا التقرير الجميل ده خلينا ننهي الانترو بتاعنا النهارده بخدمات صباح الورد اللي بنقدم لكم فيها اسعار السلع الرئيسيه والذهب والعملات، ونرجع مره تانيه.
اهلا بحضراتكم مره تانية. كتير مننا طبعا تابع مسلسل سوق الكانتو في رمضان، واللي ناس كتير اشادت بيه وبدقته في نقل روح العشرينات اللي كانت بتدور فيها احداث المسلسل. واحد من الاسباب الرئيسيه لخروج العمل بالشكل الهايل اللي شفناه ده هو اكيد اللبس او الازياء، اللي لو ما كانتش اتنفذت صح جدا كان ممكن تكون سبب في فشل العمل كله. طيب ازاي تتم يعني تم تنفيذ الملابس والازياء بالدقه والجمال اللي احنا شفناه ده، ويا ترى خدت وقت قد ايه عشان تتنفذ، وايه المراجع اللي رجعنا لها عشان نشوف العمل بالشكل ده ولبسه بالشكل ده؟ معانا دلوقتي الاستاذه مروه عبد السميع، ستايلست ازياء مسلسل سوق الكانتو. هنعرف منها طبعا كواليس المسلسل واختيارها للازياء، وكمان هنعرف منها مشاركتها في ازياء اعمال مهمه جدا زي افتتاح طريق الكباش وغيرها كتير. اهلا بيك يا مروه، منورانا. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح الورد عليكي. خلينا نعرف في البدايه ازاي حضرتي لمسلسل مهم زي ده ولحقبة زمنية قديمة قوي بالشكل ده، العشرينيات أو الفترة الخديوية زي ما بيتقال عليها، فرجعتي لإيه؟ حضرتي إزاي؟ رجعنا لمراجع في أفلام قصيرة صامتة كانت في الوقت ده مصورة الشارع المصري، أجانب كمان اللي كانوا مصورينها، والفيديوهات ديت موجودة على الإنترنت. رجعنا لمجلة المصور، جمعنا كل الأعداد بتاعت العشر سنين اللي احنا اشتغلنا فيهم، اللي هو أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، مليانة صور للمصريين والشارع المصري، وإزاي الفروقات ما بين الطبقات، وإزاي المصريين كانوا بيلبسوا باختلاف طبقاتهم. جمعنا صور كمان استوديو مصر، ده المكان اللي كانوا المصريين بيروحوا يتصوروا فيه. رجعنا بقى للمراجع العالمية من مجلات الأزياء، اتفرجت على أفلام، حاجات كتيرة يعني، مش بس أفلام أمريكاني، أفلام أمريكاني وألماني وفرنساوي. انت كمان قلتي قبل كده في لقاء تاني ليكي انه وقتها المصريين كانوا بيلبسوا زي الأوروبيين بالظبط. احنا مصر عموما كانت ماشيه مع الموضه العالميه، هو كل الموضوع كان مين اللي بيلبس، مين في المصريين اللي كان بيلبس. طبعا مصر كانت مقسومه الجزء الخديوي والجزء الشعبي، كان في ناس لسه بتلبس جلاليب، والستات لسه كانوا بيلبسوا ملايات اللف، وكان في ناس ارستقراطيين وناس بيلبسوا زي الاجانب. والموضه الاوروبيه كانت بتوصل لنا، وكانت بتوصل لسوق الكانتو عن طريق المراكب. كل الاقمشه والازياء والباله بتاعه اوروبا كانت بتوصل لسوق الكانتو، وده المكان اللي كان بيتباع فيه الملابس الأوروبية بكل أنواعها. طب من ضمن التحضيرات، هل استعنتي بخبراء تاريخيين مثلا يوصفوا لك يشرحوا لك يرشدوكي يعني لاين معين؟ احنا من يوم ما ابتدينا نشتغل على المسلسل واحنا معانا اتنين باحثين تاريخيين، كل الأقسام بترجع لها، من ديكور لينا لطريقة كلام، حتى بيراجعوا السيناريو، بيراجعوا على اي حاجه احنا محتاجين نعرفه. طيب التنفيذ بقى خد منك وقت قد ايه؟ يعني احنا سامعين كميه تحضيرات مهوله، فالتنفيذ والمجهود كمان كان شكله ايه؟ يعني يمكن قبل الهوا كنا بنتكلم انه انتوا بتتعبوا قوي وبتعملوا مجهود جبار عشان تطلعوا الممثلين بالصوره دي. مسلسل زي ده كان مليان ممثلين، ومش بلبس بتاع دلوقتي، بلبس بتاع زمان، فعملتي ده ازاي؟ خدتي وقت قد ايه؟ بصي، طبعا يمكن المشاهد ما بيبقاش متخيل حجم التحضيرات، لان لو هنقول 30 حلقه في كل عدد الممثلين دول، شوفي بيغيروا كام مره في الحلقه الواحده، بكل الممثلين الصغيرين بقى اللي بعدهم، للمجاميع اللي في الشارع، لكل الناس اللي في الشارع في 30 حلقه، فبيبقى عدد رهيب من الملابس محتاجين نحضرها. كل ممثل بيبقى عنده عدد رهيب من الأطقم اللي هيلبسها، فبنقعد نحضر قبلها. يعني احنا قعدنا 3 شهور تحضير، منهم تقريبا شهرين بس بنذاكر وبنجمع وبنحضر موديلات، وبعدين لحد آخر يوم تصوير احنا تقريبا شغالين بنفصل وبنجهز. فاحنا بنتكلم في مدة عمل لا تقل عن 7 شهور من تفصيل. وطبعا في حاجات مش بس فصلناها، في حاجات احنا دورنا عليها قديمه بجد، ملابس قديمه بجد جمعناها. هل فعلا دخلتي بيوت واخدتوا من بيوت حقيقيه؟ ازاي ده حصل؟ بصي، في
في جروبات على الانترنت بتبيع حاجات قديمة، وفي بازارات بتتعامل منهم بازار جنينة الأسماك في الزمالك، ده بيبقى قاعد فيه ناس بتبيع ملابسها القديمة. ده مدة عمل هو بيتعمل كل كام شهور، كل كام شهر يعني قصدي، فمدة المسلسل حضرنا منه 3 مرات وسافرنا بورسعيد. الأسواق اللي هناك برضو فيها حاجات لطيفة قوي، كنا بنسافر بورسعيد كل أسبوع تقريبا. أوكي. والبالة بتاعتنا هنا في القاهرة يعني، وكالة البلح جمع، بصي كل دوت جمعنا يعني منه حاجات. انتي نفيتي مصر كلها عشان تاخدي. طب انتي قلتي في الأول انه في الفترة دي كانوا بيلبسوا يا إما النوع الشعبي يا إما بيلبسوا النوع بقى الأرستقراطي الكلاسي الكده. احنا شفنا في المسلسل النوعين وكان في بعض الممثلين بيلبسوا خليط من النوعين، فهل ده كان مجهود اوفر عليكي قوي ولا كان بيديكي مساحه من الكرياتيفيتي والابداع؟ ويعني كانت عامله ازاي بالنسبه لك؟ هل كانت محيره؟ لا، بس مثلا دور زي امير كراره، امير كراره هو في السوق ومحاط بناس لسه بتلبس جلاليب جلابيه بطربوش، بس هو مش عايز يبقى من السوق، هو عايز يشتغل مع الخواجات وعايز يعني فازاي هنخلي الكاركتر دي ما بين البنين، او ازاي هنخليه شبه مين؟ شبه الجد ولا شبه العم ولا شبه اللي خرجوا بره السوق خالص، بيروح تياتروهات مين في مين من ابطالي اللي هخليه لابس اللبس ده؟ زي برضو شخصية فتحي عبد الوهاب وليها مرحلتين. فتحي عبد الوهاب لما هيتغني وهيبقى كبير السوق هيبقى شبه مين؟ هيبقى شبه المعلم بتاعه ولا هيبقى عايز يبقى حاجة تانية؟ فحتى احنا في الأحداث بنشوف انه هو لا، هو بيروح أول حاجة لما بيعرف انه هيتغني بيروح أول حاجة لترزي أجانب، عايز يبقى مختلف بقى بالظبط. فكل دي حاجات بنى شخصيه بنبنيها انا والمخرج مع بعض وبنقررها وبنشوف هو هيميل اكتر لايه، وهنخلي الشخصيه دي ايه في وسط الحاجات الكتيره قوي اللي عندنا دي. اوكي. طب من ضمن التفاصيل، هل كان في اختلاف بين كل محافظه والتانيه في اللبس ده، او كل منطقه والتانيه في الوقت ده يعني سوري، لبسهم كان بيختلف، شكلهم كان بيختلف؟ طبعا يعني لما هنروح لسوق الكانتو اللي هو السوق اللي قرب تقريبا وكالة البلح والحتة دي اللي هو يعتبر بره وسط البلد، غير لما بنروح شارع عماد الدين، غير لما بنروح اسكندرية زي ما شفنا مي عز الدين والبيئة المحاطة بيها. وزي يعني هو انت كل منطقة في مصر لحد النهاردة في اختلاف في شكل الناس. يعني دي أكيد. حاجه في العالم كله يعني تقريبا يعني. طب احنا لو اتكلمنا اكتر عن لبس امير كراره تحديدا، كنا بنشوف ان فعلا في ستايل غربي، وان انت بتقولي ان هو كان لابس غير السوق اللي هو كان فيه شويه، ايه السبب بقى في الحته دي؟ او ليه حسيتي من وجهه نظرك ان انت عايزه تعملي الفرق ده، او مثلا المخرج كان مكرره مشيت ازاي يعني؟ هو لان اللي لسه بيلبسوا الجلابيه خليناها في الجد، الابن اللي وراه اللي هو يعتبر جيل اللي هو قبل امير لسه برضو شويه بيلبس جلابيه بس تخلى عن العبايه وبقى بيلبس بلطو. الجيل بقى اللي هو امير وحتى طالع برضو ابن عمه خلاص تخلوا عن المنظر ده، لان هو ده الطبيعي يعني الاجيال بتتخلص من الشكل القديم او الشكل الجد ده كان جاي من الصعيد، الابن عاش في المدينه، الجيل الثالث خلاص ابتدى يتخلص. وبعدين خلاص انت مصر مفتوحه، في بيروحوا تياتروهات بيشوفوا الانجليز والاحتلال، بيروح اسكندريه، فخلاص ابتدى نتخلص من الشكل القديم. يعني بنغير من نفسنا ونطور من نفسنا بالظبط. طيب خليني اتكلم على لبس مي عز الدين تحديدا، عمل ضجه عاليه جدا جدا واسعه على السوشيال ميديا، الناس كلها اتكلمت على لبسها وقد ايه كان شيك قوي وقد ايه كانت شكلها رقيق قوي، فاخترتي ده ازاي؟
وخليتيها شكلها يبقى كده ازاي؟ وكمان اشمعنى هي اللي كان لازم تبقى لبسها مختلف شوية، رقيق شوية، يعني ده حصل ازاي وليه؟ اول حاجة هي طالعة يونانية عايشة في اسكندرية، مهتمة بالموضة وبتشتغل في بيت ازياء، فلازم كانت تظهر. كان لازم تبقى هي اشيك واحدة عندي في المسلسل، مهتمة بتلبس الحاجات، ولانها يونانية فكنا حابين ان احنا نبقى دايما سيمبل، في رقة، في الوان هادية، ونختار دايما الحاجات البسيطة والناعمة يعني. يعني تبقى شيك وفي نفس الوقت مش اوفر يعني. طب عايزه اعرف، احنا كنا لسه حالا بقولك انه كان في ردود افعال على السوشيال ميديا قويه قوي على لبسها، شفتي ردود الافعال ازاي؟ وكنت بتقري مثلا الكومنتس ولا لا؟ ناس كتير قوي علقت على لبسها، فكان بالنسبه لك ردود الافعال بتمثلك ايه؟ بصي والله انا لما يعني ما جيت اشتغل في المسلسل كنت متخيله يعني انا بحاول ما اغلطش، بحاول ان انا اخلي الموضوع شكله جميل، بس هو يعني اتبهرت بان فعلا ردود افعال الناس كانت يعني اكبر من توقعاتي. كنت متوقعه انه مش للدرجه دي؟ لا يعني الحمد لله، يعني لا يعني حز اعجاب قوي، الناس اتبسطت، الناس حست اللي هو ايه ده الفتره دي الناس كانت بتلبس حلوه قوي. وطبعا لان احنا ما عندناش افلام قوي عن الوقت دي، يعني احنا اكتر الافلام اللي احنا عارفينها كويس قوي بقى لممثلين ناس سعاد حسني وليلى مراد وشاديه والكلام ده كله يعتبر ستينات وسبعينات، فما عندناش للوقت ده افلام، فالناس مش عارفه احنا كنا بنلبس ايه والشياكه كانت عامله ازاي، فالناس اتبسطت يعني ان احنا بنتفرج على الوقت ده. عرفت حاجه جديده. طب قولي لي الكواليس كانت عامله ازاي؟ كان شكلها ايه؟ انتوا طبعا بتعبوا قوي قوي زي ما قلنا في البدايه، فمع التعب ده اكيد بيبقى فيه لحظات حلوه، فاحكي لي كده اكتر. بصي يعني الحمد لله سوق الكانتو كان من اجمل واسهل، والكواليس بتاعت شغلانات كتيره اشتغلتها، الناس كلها بروفيشنال قوي، الناس كلها بتحب بعض، يعني اجواء كانت حلو ايجابيه قوي يعني للشغل الحمد لله. طب ايه اللي بيميز عمل بالنسبه لك روحه حلوه عن عمل تقيل على قلبك شويه، بغض النظر عن هو هينجح قد ايه؟ الكواليس. لا الكواليس لما الروح بتبقى حلوه والناس كلها متعاونه مع بعض ومبسوطه مع بعض، لا بيدي للشغل طعم تاني، بتبقي مستريحه وبتبقي مبسوطه، الدنيا بتبقى سلسه شويه. بالظبط، حتى زي ما انت بتقولي حتى لو العمل نجح او ما نجحش بتبقي خلصتي العمل وانت مبسوطه ومستريحه، وفي روح كده بتدفعك انك تشتغلي احسن. كسبتي كمان ناس تانيه طبعاً، عملتي صداقات. طيب خلينا نتكلم بقى من سوق الكانتو نروح لاعمالك التانيه. انت اغلب الوقت بتعملي دراما، افلام، اعلانات، عملتي على ما اعتقد تطير انت مش كده؟ كانت عامله ازاي؟ كانت كواليسه عامله ازاي؟ ولبسه وحضرتي ايه؟ بصي ده من يعني من اكتر الاعمال الغاليه على قلبي وبحبها، وبسطت قوي كمان بالنجاح اللي حققته وقتها. طير انت احنا كنا تحسي ان احنا اتخرجنا من المعهد كلنا تقريبا، كلنا كنا دفعه واحده، جندي ميكي اصغر مننا بدفعتين بس حضرنا بعض في الجامعه، جبر، يعني كلنا صحاب، كل فريق الانتاج، كل اللي كاتبين الفيلم، فاحنا كنا صحاب قوي وكان احلى كواليس. احكي لي عن الكواليس. الفيلم كمان كان حلو وحقق نجاح قوي 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 وقتها، وموضوعه كمان كان لذيذ يعني، الانتقال من كل امنيه لامنيه واللبس وكده، فلا ده من اكتر الافلام اللي انا بحبها يعني وعملتها في حياتي. طب وهل الموضوع كان شويه مرهق لان في لبس برضو مختلف كتير قوي قوي، هل دي حاجه بترهقك شويه؟ كان مرهق بس كان ممتع. انت بتعمليه بحب. عشان كلكم اصحاب مع بعض. طب وغير طير انت كمان كان في يعني على ما اعتقد افلام تانيه، احكي لنا كده اكتر. بصي كل الافلام وليها نوعها، يمكن الافلام في الاخر دايما بتبقى اسهل من المسلسلات لان المده في الاخر، اي فيلم بيبقى 5 6 اسابيع
المسلسلات لا طبعا بتطول قوي. مسلسلات بتطول قوي، تقريبا بتخشي تشتغلي 5 شهور تصوير فعلي. يعني انت خلاص بتلغي حياتك كده وبتدخلي مسلسل بالظبط. فالافلام لا، يعني الافلام مدتها بتبقى قصيره وسريعه، ويعني الدنيا بتبقى طب اسرع. من الافلام والدراما طبعا عملتي عمل جبار مش طبيعي كسر الدنيا، وهو ازياء افتتاح طريق كباش. قررتي بقى، يعني دي اكيد كان امتحان صعب عليكي قوي، قررتي ازاي الديزاينز بتاعت الناس اللي هتلبسها والاستعراض وكده؟ عملتي ده ازاي؟ اخد منك وقت ازاي؟ قد ايه صاري؟ حضرتيه ازاي؟ يعني كل الكواليس عايزين نعرفها. طبعا ده نوعية شغل بقى مختلفة عن الدراما. طبعا الخيال مفتوح فيها، لان هي مش دراما، هي ايفنت والعالم كله هيتكلم عليه وهيتفرج عليه. ازاي تعملي ازياء مودرن بالروح الفرعوني وتحققي اللي مطلوب، ان ده عيد تتويج امون اللي هو عيد القبط، استعراضات اللي بتحصل على المسرح. فهو يعني انا دي شغلانه افتخر بيها طبعا. شغلانه بتحصل مره في العمر اكيد. ان انا لحد النهارده المشروع ده عدى عليه سنه ولسه بتركبي طياره مصر الطيران بتتفرجي عليه على كل شغلك. بالظبط. ف دي شغلانه يعني بتقشعرني لحد دلوقتي لما بتفرج فعلا عليها. طب فعلا بتحسي بايه؟ يعني ما شفتي ردود الافعال وقتها، حسيتي بايه؟ بحس بوطنيه، حاجه عظيمه طبعا. حاجه كبيره قوي. اصلا ان احنا قعدنا نصور، طبعا الموكب دوت قعدنا نصور فيه 28 يوم. 28 يوم بتصوري وصول الموكب وبيحصل بروفات اللايف، يعني هو الاثنين، هو متصور لايف وبري ريكوردد. فاحنا قعدنا 28 يوم انت قاعده وسط الاثار العظيمه دي. طبعا الموضوع روحاني قوي، ان احنا بنصور في الجمال ده وبنجهز الناس دي، والناس كلها ملتزمة انها تقف. 1000 بني آدم تقريبا واقفين بيتدربوا كل يوم ان هم يوصلوا الموكب من اول الطريق لاخره لحد الوصول لحد المسرح. فموضوع ضخم قوي طبعا طبعا. شايلين المراكب دي، فبتحس اللي هو ده بجد، ده هيحصل. ايوه كل ده انا اللي هعمله. طب التحضيرات، من ضمن التحضيرات بتظبطي ازاي بقى انت وباقي كرو العمل؟ يعني انت كستايلست بتتفقي مع مين؟ مين بيديكي كومنت فتنفذي؟ يعني بتبقى ماشيه ازاي؟ بصي احنا قعدنا 1.5 شهر في الاقصر. طبعا علشان تحققي كل الملابس دي احنا ما وصلناش الاقصر معانا كل حاجه. احنا بقينا بنبدا على حسب جدول التصوير. تقريبا كل يوم كان بيجي لنا عربيه من القاهره بتكمل اللبس اللي لسه بيتفصل في القاهره. كل على حسب جدول التصوير كنا بنجهز الملابس للي بعده. طبعا كان في حاجات بتبوظ وبتتقطع وبنرجع نفصلها تاني. تقريبا الجزم كانت بتبوش مش بتبوظ، يعني من لان الارض مش يعني مش ممهده قوي، زلط صغير. فالناس اللي كانت بتمشي الجزم كانت بتبوظ منها. تقريبا كل 4 ايام كنا بنعمل طلبيه لعدد ده كله جزم جديده. ففي حاجات وراء الكواليس ما طبعاً يعني الناس عمرها ما هتتخيلها. طبعا كل كام يوم كنا بنقف عشان ننظف الهدوم. طبعا احنا ما بنبقاش عاملين بالعدد، بنبقى عاملين بالازيد، بس برضو بنحتاج برضو بتحتاجوا ان انتوا مش كل شويه تعملوا حاجات ما بتبقاش على بالنا. طب انت مثلا بالديزاين الحاجه مثلا وبتبعتيها مثلا شركه تنفذ كل العدد المهول ده؟ طبعا. يعني انا بدانا بالرسومات، ورسومات كانت بترجع طبعا من بدايه من المخرج لشركه التنفيذ للوزاره. وزاره الاثار هي اللي كانت بتدي اوكي الموافقة على كل الحاجات اللي احنا بنشتغل. طب انت حددتي الرسومات بناء على ايه؟ يعني قلتي انه لازم مثلا عيله امون تحديدا هتبقى لابسه بالظبط كذا، رجعتي المراجع
ولا أيوة. الوحي الخيال. طبعا احنا لما قعدنا الاول مع الوزاره كان حددوا لنا ايه الحاجات اللي نقدر نستخدمها، ايه الموتيفات اللي نقدر نستخدمها، الالوان واتكلمنا حتى في الاقمشه اللي هنستعملها، الالوان اللي هنستعملها. وبعد ما بعرف كل اللي مطلوب ببدا اعمل الرسومات، وقعدنا قعده عليها قبل التنفيذ. قررنا ان هي دي كل الحاجات اللي احنا هننفذها يعني. طب احنا اتكلمنا في الاعمال اللي فاتت، يمكن اغلبها اتكلمنا عليه، ايه بقى الاعمال اللي جايه؟ ايه اللي بتحضري له الفتره اللي جايه؟ هنشوفه منك ايه بالظبط اللي انت عايزه تعمليه؟ والله انا دلوقتي في فتره اجازه. طبعا عايزه اجازه سنه. فتره اجازه ولسه ما قررتش الحاجات اللي جايه يعني. الحمد لله يعني الوقت اللي هو بعد العيد الصغير بعد رمضان يعني دايما بيبقى الدنيا دي نايمه شويه، بتاخدوا اجازه من السيزون. بالظبط بعد العيد الكبير بقى بنبدا ايه. طب قولي لي بعد سايكل مسلسل كده طويل ومتعب وكده، بتبقي عايزه تشتغلي ايه بعده؟ هل تدخلي مسلسل تاني ولا بتبقي عايزه حاجه اقصر، اعلان مثلا او بصي عموما في شغلنا الاعلانات هي الشغل اللي بيبقى شغال طول السنه. الافلام والمسلسلات هي اللي بتبقى ليها سيزن. طبعا رمضان خلاص معروف السيزن بتاعه، مش معروف دلوقتي. لسه قدامنا كام شهر بس ببقى مش عايزه ادخل عمل طويل عاده يعني، ببقى محتاجه اريح. طب مين العمل الأقرب لقلبك أخيرا؟ والله سوقك كانتو عمل قرب لقلبي جامد قوي السنة دي يعني، اتبسطت قوي بالنجاح اللي عمله يعني، اتفاجئت واتبسطت وحسيت انه عمل حقق لي كده يعني إشباع مهني كده جميل يعني الحمد لله. طيب يعني اخيرا كده عايزين نعرف، هل تحبي توجهي رساله لحد معين، تحبي تقولي له حاجه معينه، او حتى لابطال العمل؟ يعني مبسوطه بالعمل، مبسوطه باستاذ حسين المنباوي ان هو وثق ان انا هنضم للفريق بتاعه السنه دي، والحمد لله يعني كنت عند حسن حظه لاني اول سنه اشتغل معاه، وهو من النوع المخرجين اللي دايما الكروب بتاعه بيتثبت يعني. طب انا عندي فضول قبل ما اختم كده اعرف ايه العمل اللي بجد نفسك تعمليه لسه ما عملتيهوش؟ هل هي حاجه مثلا تخص الفاشن؟ هل حاجه تاريخيه؟ هل حاجه بره مصر؟ نفسي نفسي اعمل حاجه كبيره بره مصر، حاجه شبه مثلا افتتاح كاس العالم، افتتاح الاولمبيكس. هي دي الحاجات اللي نفسي اعمل، حاجات استعراضيه قوي ويبقى فيها استعراضات ضخمه باعداد كبيره، بحب الحاجات دي. بتمنى لك ده ان شاء الله، وان شاء الله هتعمليه اكيد ونورتينا. نشكرك شكرا جزيلا للستايلست مارو عبد السميع، بسطنا جدا بوجودك معانا ومبسوطه كمان بالكواليس اللي انا عرفتها منك. واتمنى لك طبعا كل التوفيق في اللي جاي. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، فاصل صغير ونرجع لكم فقرتنا الثانيه مع الدكتور الكبير هاني الناظر، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية في فقرتنا التانية والفقره الاقرب لقلبي انا شخصيا. دلوقتي هو ميعاد فقرتنا الاسبوعيه مع ضيفنا اللي بينورنا دايما دكتور الكبير دكتور هاني ناظر، وانا هكلم فيه كمان معايا عن الامراض الجلديه اللي بتصيب الرضع والاطفال حديثي الولاده. تفاصيل ونصايح كتير هنعرفها اكيد من ضيفنا اللي منورنا دكتور هاني ناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك دكتور. النهارده التوبيك بتاعنا هو أمراض الأطفال الرضع. فطبعا المرض الشائع دايما أو الأمهات بتواجهه بيكون التهاب الحفاضات. أعتقد أن هما بيجيلهم زي تسلخات أو تورم أو إحمرار. نتفادى ده إزاي وده سببه إيه؟ بص يعني في كذا حاجة بتسيب الرضع الحقيقة. بس ده في حاجة كمان يعني يمكن قبليه وأشهر منه.
هتلاحظيها بتظهر عند الاطفال من بعد الولاده بتاعت 4 ايام وبتخض الامهات جدا. يلاقوا بيه حبوب يعني بيضه صغيره كده حمراء وش البيبي بقى احمر وبيحرقه فما يعرفش يعبر فممكن تلاقيه ممكن تمتد معاه فتره طويله. دي بتبقى حاجه زي السويت اللي هو اللحام النيل يعني دي حاجه ظاهره طبيعيه بتيجي للاطفال دايما. طب وعلاجها ايه؟ علاجها ايه؟ الغسول الكلامينا في محلول كده اسمه غسول الكلامينا برجه وبدهن بيه الوش الصبح بتضيعها على طول. ودي بتزيد قوي في الفتره دي اللي جايه عشان كمان مع الحر فيعني الامهات اللي عندهم اطفال لسه مولودين حديثا الفتره دي يخلوا بالهم من الظاهره دي يبقى على طول استخدم حمام النيل وما نتخضش يعني منها. انا ده طبيعي. ارجع تاني سؤال حضرتك اتفضل. التهابات الحفاظ طبعا دي مشكله المشاكل يعني طبعا المشكله دي ما كانتش موجوده زمان خالص يعني ما كانتش موجوده زمان ايام يعني من اكتر من 30 40 سنه لما كان في حاجه اسمها كوافيل القطن كان زمان كفول القطن الام بتحطها وبتغيرها كل شويه لما تتبل تغسلها تجففها تستعملها مش مشكله. لما حصل ظهور بقى الاجيال الجديده من الحفاظات بدات تظهر مشكله. ليه؟ طبعا الحفاظات معموله والشركات دايما تتباهى بانها ما بتخرجش اي ميه خالص ما بتسربش ابدا فده معناه ان هي بتكتم اكتر فطبعا الحاجات دي معموله من حاجات صناعيه خيوط بوليمر اللي هي حاجات زي البلاستيك وكلام من ده فطبعا دي بتكتم الجلد بالاضافه لخطا شائع الامهات بتعمله. ايه هو ده؟ ان هي يعني رغم ان هي قاعده في البيت ما بتشتغلش وايبس لا ابدا بتلبسه البامبرز من الصبح بالثلاث اربع ساعات طب احنا بنقول مثلا الام اللي بتشتغل مضطره وبرده يا ريت في الحضانه نغيره او والدتها تغيره فان انا اسيبه طول النهار بيكون نتيجته ايه؟ انه بيحتفظ طبعا بمخرجات الطفل اذا كانت فضلات او ميه فبتفضل ملامسه الجلد فساعتها لازم يحصل له التهاب فبتعمل التهابات طبعا. طب حضرتك شايف ان الوقت المناسب للتغيير كل شويه بيكون قد ايه؟ انا مش مفروض استنى يعني خالص يعني بمجرد خالص. ما هو يعمل حاجه تتغير على طول انما للاسف طبعا الناس بتخرج ساعات نقول لك اصل انا خارجه طب خلي معاكي برضو كذا واحده وغيري له على طول لان بقاء الحاجات دي هو السبب. بعد كده طبعا كتير قوي بتنمو انواع من الميكروبات في الجو ده لان الجو ده طبعا حراره مع ميه مع فضلات بيشجع حاجه اسمها الخمائر او الكانديدا دي نوع من اشباه الفطريات طبعا دي طبعا لما بتنمو غير بقى الالتهاب ده بتنمو على الجلد فبتعمل التهابات يعني شديده الالم للطفل يعني اعراضها ان هي التهابات شديده بدا بقى التهاب احمر يبقى تسلخات وبتبقى مؤلمه وممكن تنزف دم هنا بقى بقت المشكله مش بس في الغيار لا لازم ندي ادويه صح وندي علاجات فدي المشكله عشان كده انا بقى اناشد الامهات كذا حاجه واحد لما تشتري حفاظات بلاش الحاجات اللي تتباع اللي هي انتاج تحت السلم او اللي على الرصيفه لان في حاجات بتبقى كده مضروبه حاجات اي كلام فطبعا هنا بتعمل هي نفسها بتعمل حساسيه في الجلد غير انها بتعمل مشكله كتم الجلد فاجيب الانواع كويس اتنين اراعي باستمرار التجفيف في المنطقه دي ما سيبش الطفل الصغير ابدا مبلول لان ده مبلول هيؤدي لالتهابات هيؤدي لكل اللي بنقول عليه الاستغاثه الاخيره للامهات اللي مش بيشتغلوا وهم مش قليلين طالما حضرتك قاعده في البيت استخدمي الكفوله القطن والناس كلها عندها غسالات اوتوماتيك في البيت على فكره طبعا في كل مكان يعني وغسالات عاديه فانت هاتي 12 16 كفوله قطن وما تسيبيش الطفل قاعد مبلول ابدا اول ما يبل نفسه نظفه اجففه كويس قوي واحط له حاجه قطن جديده عمره ما تجيله التهابات النبك الرجدي او التهابات. طب يا دكتور ايه راي حضرتك في الامهات اللي بيبقوا برضه في البيت ولو طفلها يعني عمل تولات او كده ما تدخلش يعني تحميه او يعني تنظفه بالميه يعني بيستخدموا المناديل المبلله ودي انا شفت امهات كثيره قوي 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 بتعملها فراي حضرتك في ايه؟ هل ده فيه خطوره؟ يعني انا في البيت في البيت مفيش اجمل من ان اخد الطفل الصغير ده على الحوض انا مش هفتح بني ولا موضوع سهل واشطفه وانشفه كويس قوي كده انا بوفر فلوس والدنيا غاليه بدل ما اشتري الحاجات دي. الحاجه الثانيه لو الوايبس دي ميه بس ما عنديش مشكله انما الوايبس دي فيها حاجه بتعمل ريحه حلوه او مطهرات يعني احذر بشده
الأمهات من استخدام الوايبس بدون ذكر اسم المادة المشهورة اللي فيها مطهر. لأن كده أنا بطلع من نقرة بقى في بير. طبعا. لأن المواد دي بتبقى حساسية أطفال جدا. فلازم إذا كان وايبس يعني المناديل مبللة تبقى مية. تمام؟ إنما مش فيهاش أي مادة مطهرة خالص. أوكي. إنما الأفضل طبعا إن هي تشطفوا على الحوض. طب في أمهات بخصوص موضوع يعني التشطيف على الحوض أو كده، إن هما بيكونوا شايفين إن الصابون الكتير غلط على البيبي، وإن هو كده يعني ممكن يسبب له التهاب في الجلد أو كده، فرأي حضرتك إيه؟ أفضل حاجة عشان الناس تطمن، وأنا بفضل دي يعني طبعا الأطفال الصغيرين، صابون الجليسرين. صابون الجليسرين. صابون الجليسرين. ما نستخدمش طبعا صابون يعني لا طبعا صابون فيه مواد مطهرة، ولا صابون عادي البيبي عنده 15 يوم أو 10 أيام أو شهرين أو ثلاثة. صابونة الجليسرين صابونة كويسة جدا ومناسبة للبشرة الحساسة ومناسبة لجلد الأطفال الرضع. فدايما لما نشطف نستخدم صابون الجليسرين. اوكي. بس في دكتور شامبوهات بتكون للاطفال مخصوص عشان الشعر امنه. دايما عشان خاطر برضو امبارح كان ام بتسالني استخدم شامبو ايه للجسم. جسمي مش بيستخدموش شامبو ابدا يعني، ما فيش شامبو. الشامبو ده عشان الشعر، للشعر مش يعني بلاش الرفاهيه، بلاش شاور جل. يعني صابون الجليسرين. أوكي. اطفال الصغيرين دي ليهم صابون مخصوص بتاعهم. ده في كمان حمام فوم وبابلز وقصص يعني. ما هي دي الحاجات اللي بتجينا بعدها الاطفال اللي عنده حساسيه، اللي طلع له بقع حمراء، حاجات زي كده. انا على فكره عايز اقول ملحوظه مهمه جدا. احنا كام اطفال لان دي ناس كتير امهات واهالي بتغيب عنهم. احنا داخلين على صيف، ويمكن الايام اللي جايه تبدا حر 36 و35 والصيف جاي باذن الله. ان شاء الله. ناس كتير ما بتشربش الاطفال الصغيرين ميه. ما هو على حسب هم عندهم قد ايه، هل ينفع يشربوا ميه ولا هم الاطفال اللي هم. احكي لحضرتك قصه كويسه قوي. شخصيه ليا انا. اتفضل. ودي انا بحب بس يعني اقول للناس قصص من الواقع بدل كلام الكتب. اوكي. ابني الدكتور محمد لما كان عنده 40 يوم سخن، كنا في شهر اغسطس. اوكي. حراره 39. رحنا لدكاتره الاطفال مضادات حيويه ما فيش فايده. وبعدين كان ليا زميل دكتور اطفال عنده خبره كويسه، قال لي هاني انت بتشربوا ميه؟ فقلت له اصل يعني انا دكتور جديد بس دكتور اطفال عنده 40 يوم. قال لي لازم يشرب ميه. معقول؟ فرجعت البيت للدكتوره قلت لها، خلي مراتي دكتوره برضو على فكره ما شاء الله عيله دكاتره. فقلت لها شربي ميه. قالت لي، قلت لها شربيه ميه. شرب الميه بقى يا عيني يشرب الميه بشكل غير عادي، يشرب. ابتدى يعرق ويعرق جامد. درجه حرارته نزلت في اقل من نص ساعه. يعني فعلا الميه بتكون كان هيخش على جفاف. بيرضى على لبن وكل حاجه، بس احنا الناس تقول لك ايه الميه، هو في خوف من شرب الميه؟ اصل دايما بيكونوا متخوفين انه لسه، لا ده لبن بس لسه صغير ومفيش ميه. ويشرب ميه خصوصا في ايام حر شديد. الميه حياه الجسم اكيد طبعا، وحياه الجلد. انا بقول كده عشان الجلد برضه. فطبعا بناخد بالنا من النقطه دي جدا. ودايما اقولها للامهات الصغيرين شربي الطفل ميه. نقول لك اصل انا خايفه تكون الميه، سخنيها وسيبيها لما تبرد عشان تضمني ان ما يكونش فيها اي ميكروبات خالص. اوكي. وبكده شربيها. الميه حياه الانسان وحياه الطفل وحياه الجلد وحياه جميع اعضاء الجسم. طبعا. فما انا حبيت افكرك بس بفكر المشاهد بالكلام ده. صح. طب من ضمن الحاجات اللي بتخوف الامهات جدا جدا انه الاطفال بيكونوا مولودين عندهم زي قشور كده صفراء او بقع صفراء كده عليها زي قشره. فدي بتبقى عباره عن ايه؟ وهل فيها خطوره ولا لا؟ او يتعاملوا معاها ازاي؟ الناس بيقول لك ايه قشره البطن. دي بتبقى طبقات من الدهون. أوكي. موجوده على فروه الراس، ودي حاجة مش ظاهرة مرضية، بس لازم طبعا الدكتور يشوف الطفل الأول. يعني أنا بقول ده اللي بيحصل عادي عشان ما يكونش حاجة تانية. أوكي. يعني في أمراض ساعات بتيجي في الفروة الراس تعمل قشرة. بس عادة دي اللي بنسميها قشرة البطن. دي بتكون نتيجة تراكم دهون على الجلد. أحسن حاجة للتعامل معها زيت الزيتون. يعني دي علاجها زيت الزيتون. بدهن فروة الراس بزيت الزيتون، مش خفيف قوي بتاع الأطفال اللي هو أسنانه واسعة، كل يوم بصرحه كده هتلاقي القشره ده بيقع. وما تعملش بقى معاها بعافيه، يعني طب ما اقشرها بايديا. لا لا خالص.
الزيت الزيتون عشان زيت امن ملوش اثار جانبيه، فبيقلل القشور دي ويخليها كويسه، وما احطش ادويه ولا اي مركبات كيماويه خالص. طب دكتور، هل بقى ممكن الرضع يجي لهم اكزيما؟ يعني طبعا دي حاجه مرعبه للناس كلها، بس الرضع تحديدا وارد ان ده يحصل؟ اه، في حاجه اسمها انفانتايل اكزيما او اكزيما الرضع او اكزيما الاطفال. اه بتيجي هنا العامل الوراثي بيلعب فيها دور. يعني تيجي ساعات مع زواج الاقارب. تيجي اذا كان الام والاب عنده كرونيك يعني اكزيما مزمنه، قد يحدث الكلام ده، وعاده بتيجي في منطقه الوش والمناخير، تلاقي التهاب احمر ممكن يعمل قشور خفيفه. بس يفرقوا ازاي بقى بينها وبين التهاب جلدي عادي جالي؟ لا ده ما يفرقوش، هما ما لهمش دعوه. يروح للدكتور يفرق. هما يروحوا للدكتور الجلديه. ده انا بقى اناشد الامهات. يعني دايما اسال دكتور. يعني يا ريت ما نفتيش. وما اخدش المعلومات بتاعتي من جوجل. او من اي موقع الكتروني الا اذا كان خاص بطبيب متخصص. عندي حاجه في الجلد اسال طبيب جلديه. حاجه في العين اسال طبيب عيون. وكمان برضه حاجه مهمه للاطفال السؤالين امهات، يعني الطفل اذا جاله مرض اوديه للدكتور المتخصص فيه، يعني طبعا حاجه خاصه بالاطفال بيروح لدكتور اطفال. لما حاجه في العين اروح لدكتور عيون، دكتور عيون ودنه، دكتور انف واذن وحنجره، جلديه اروح للجلديه. لان طبعا دكتور اطفال بيبقى ليه طبعا تخصص وامراض معينه. بس ممكن تبقى حاجه في الجلد هو طبعا ما بيبقاش متاكد منها. طبعا معظم دكاتره الاطفال محترمين كلهم طبعا محترمين. طب بص لي، حوله لدكتور جلديه. صح. فانا بس انا بقول لام في مشكله في الجلد اروح دكتور جلديه، حتى لو كان الطفل ده عنده 5 ايام. لان في ساعات امراض جلديه بتيجي للاطفال مع ولادتهم. احنا طبعا هنروح ليهم وهنتكلم عليهم بالتفصيل، بس حضرتك اشرت النقطة انه هي ممكن تيجي بسبب جواز القرايب. هل ده فعلا ممكن يصيب الرضع بالامراض ان هم قرايب الاب والام؟ انا قلت لحضرتك كميه الامراض الجلديه. طب ايه هم عشان نحذر الناس؟ هتحذريهم ازاي؟ ما يتجوزوش من بعض، ما يتجوزوش. انا بقالي 30 سنه بقى اناشد للمصريين البعد عن زواج الاقارب. طب ليه بقى يا دكتور من وجهه نظر حضرتك؟ كميه الامراض اللي موجوده عندنا في مصر بسبب زواج الاقارب كم رهيب من الامراض بعضها مش موجود في العالم. يا نهار ابيض، مش موجود يعني. وكل يوم تصحى حاجه جديده. المشكله في ايه حضرتك؟ الاب والام بيبقى سلام، ما عندهمش مشكله، انما التقارب ده بيأثر على الجينات بتاعه المواليد. الجينز بيبقى فيها زي خلل، بيحصل فيها خلل. امراض مناعيه عديده بتصيب الاطفال، قشر السمكه، تحلل الجلد الفقاعي، و و وهقعد اقول لك كتاب امراض جلديه. يعني الامراض الجلديه كمان ممكن تبقى بسبب كده كتير جدا. غير طبعا الامراض التانيه، امراض الكلى والامراض اللي بتاثر على المفاصل والامراض بتاثر على القلب وعلى الغدد وكل كمية الأمراض. طب أشهر الأمراض الجلدية دكتور إيه؟ اللي بتيجي من الزواج الأقارب طبعا قش السمكة بدرجاته الثلاثة، تحلل الجلد الفقاعي، الإكزيما، وحاجات تانية كتير يعني الواحد بس بحبش يقول عشان الناس ما تقلقش. ولكن يعني أنا نفسي إن احنا نعمل حملة قومية ممنوع زواج الأقارب، مش ممنوع، توعية. يعني اسمها يعني بقول حملة الحفاظ على الأسرة المصرية. صح. ليه بقى يا حضرتك؟ طبعا انت كمان بتشوفي ساعات اعاقات كتيره. ده حقيقي بصراحه. جواز قرايب ده حقيقي، ده عبء بيبقى على المريض نفسه وعلى الاب والام طبعا. اتنين، بيخلي الاهل يصرفوا على الطفل ده طول عمره. صح. لان الامراض الوراثيه لا تعالج بالادويه. هتفضل ملازمه للانسان طول عمره. فيعيش طول عمره بياخد علاج وتعيس ونفسيا متضايق والاسره في عندها مشكله. طب ليه؟ ليه كل ده فعلا؟ يعني ما شاء الله ولاد الناس، الولاد والبنات مليانين بالعكس. ده انا بقى كده بساعد على ظهور اجيال جديده قويه. صح. تتميز بالذكاء وبالصحه الجيده. يعني في بلاد بره بتمنع، ممنوع، تمنع بالقانون منع زواج الاقارب لانه لقوا قد ايه انه بيسبب الام شديده، واحنا بنشوف كل يوم والله. طب في ناس تقول لك زواج الاقارب ده مقصود بيه ان هم يكونوا من نفس عيله الاب انما عيله الام عادي، هل ده كلام غير علمي تماما يعني؟ صح، كلام عاري من الصحه وبعيد عن العلم وبعيد عن اي قواعد يعني. ده ساعات يقول لك يعني لا ده احنا من اب وام بعيد، من بلاش من نفس العيله، مش بس ولاد خاله اولاد عم اولاد عم، لا خلينا عيله تانية. نبعد نبعد. كان زمان في مصر ايام مصر القديمه كانوا الملوك
والأمرا بيتجوزوا اخوات بعض، فكان نتيجته ايه؟ بيموتوا. كانت نسبة الوفاة عند الأطفال عالية جدا. يعني طبعا معقول؟ هنا بسبب جواز القرايب، بسبب جواز اخوات، عشان كده ربنا حرم جواز اخوات. صح صح، لأن ربنا عايز يحافظ على البشر. الناس تتكاثر كده البشرية هتقل. صح صح، وبالتالي جواز أقارب يعني مش بيؤدي إلى الوفاة بس بيؤدي إلى أمراض مؤلمة جدا للأب والأم وللأهل وللأف، وإعاقات وحاجات كتير. فأنا بقى أناشد الحقيقة يعني المصريين إن نبعد عن زواج الأقارب، والله العظيم ثلاثة ده في مصلحتكم وفي مصلحة أبنائكم وأحفادكم. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك يا دكتور، ده حقيقي فعلا. طيب خلينا نرجع لأمراض الرضع ونتكلم بقى ايه اشهر وابرز امراض الرضع، غير بقى اللي حضرتك ذكرته في الاول اللي هو زي النقط الحمراء، ايه تاني ممكن نشوفه؟ طبعا في بقى الامراض اللي كنا بنتكلم عليها من شويه زي مرض قشر السمكه، بس ده مش ايه، ده في حال جواز قرايب. اوكي. يعني ممكن يظهر، او الحاجات اللي بتيجي في الجلد مثلا، تحلل الجلد الفقاعي برده ممكن تظهر مع الولاده. في حالات نادره جدا برده نتيجه زواج القارب، تبص تلاقي الطفل اتولد ما عندوش شعر خالص وعيش طول عمره كده، لان بصيلات الشعر مش موجوده، ما عندوش اصلا. دي حاله نادره بس بتظهر مع جواز اقارب. او مفيش ضوافر. معقول؟ او ضوافر تبقى سميكه جدا. برضو بيبقى خلل كله جيني نتيجه عوامل وراثيه. دي حاجات بتظهر بس دي طبعا ما اقدرش اقول ان هي حالات كتيره، حالات نادره بس بنشوفها. انما الحالات اللي على طول النهار طبعا زي ما تفضلت وذكرتي اكتر حاجه هي التهابات الحفاظات وحمو النيل. اوكي. حمو النيل ناخد بالنا بقى لانه هيبدا مع اخر يونيو وبيقفل يوليو اغسطس. لازم الناس تعرف ليه حمو النيل بيحصل. طبعا لما درجه الحراره بترتفع والرطوبه بترتفع احنا بنعرق، والاطفال بيعرقوا اكتر من الكبار. صح. معدل عرق اكتر، فنتيجه الرطوبه العاليه العرق ما بيتبخرش فبيتجمع في الغدد العرقيه، فبتنتفخ تمتلئ بالعرق. عرق مليان طبعا املاح وسموم. صح. فبتتسد الغدد العرقيه. بيحصل التهاب شديد، يظهر عليه حبيبات والجلد بيبقى احمر وبيبقى مؤلم جدا. مؤلم جدا. دي منطقه الصدر والكتف والظهر والوش كمان، ممكن تيجي في الوش وتوصل رجلين احيانا، وبتيجي للكبار بس الصغيرين طبعا بتبقى اكتر. نعمل ايه؟ ايه العمل بقى؟ في الصيف دايما نستحمى بميه بارده مش ميه سخنه. نلبس اقطان دايما. نستحمى بصابون الجليسرين كويس قوي. الوان فاتحه. الوان فاتحه طبعا. ما فيش بقى قعد في الشمس فترات طويله وكده مع الرطوبه العاليه. لما يكون الولد بيعرق كتير وعنده حمو النيل ممكن احط تحتيه وهو نايم بشكير او فوطه. فدي بتمتص العرق. يبقى لبس الاقطان مع الكلام ده فبيقلل الظاهره دي، ويعدوا على خير يعني مواجهة المشاكل ان شاء الله. دكتور بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وانا دايما بحس الفقره بتخلص بسرعه يعني، فياريت نعمل حلقات بقى بعد كده يعني. ان شاء الله. نورتنا وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور كبير دكتور هاني الناظر استشاري الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، نورتنا يا دكتور. مشاهدينا خلصت فقرتنا الثانيه وخلصت حلقتنا، استنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الورد.